السلام عليكم أبنائي طلبة التخصصات المعمارية، أهلا وسهلا بكم من جديد، ويوم جديد ودرس جديد من دروسنا المساحية المعمارية. وحابب أأكد إن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنشتغل مع بعض في مادة المساحة، تمام كده إن شاء الله بإذن الله. وده درس هيكون بشكل عام للتخصصات المعمارية، جميع التخصصات للصف الثالث. وحابين نأكد برضو في بداية حلقتنا النهاردة مع بعض إن درسنا النهاردة كان له أو في شق سابق في الحلقة السابقة، وكان كنا بنتكلم عن أعمال الميزانية الشبكية، واستعرضنا مع بعض الغرض من أعمال الميزانية الشبكية وكيفية تنفيذ أعمال الميزانية الشبكية. وقلت طبعا في عشان نعمل عملية ربط ما بين الحلقة السابقة والحلقة الحالية عشان نقدر يكون في تواصل ما بين دروسنا مع بعض زي ما اتفقنا، او دايما بنشتغل مع بعض في الدروس المعمارية الخاصة بينا. احنا بنعمل دايما عملية ربط او وصل ما بين الدروس السابقة والدرس الحالي عشان نقدر نكون موضوعات المنهج بشكل متكامل، ويكون المعلومة اكثر وضوحا في ذهننا. طبعا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن او تناولنا اغراض الميزانية الشبكية، او ما هو الغرض من اعمال الميزانية الشبكية، وقلت لك ان ده موضع سؤال او موضع امتحان، وقلت ان الغرض من اعمال الميزانية الشبكية ان انا بستخدمها في رسم الخرائط، او بتسهل لي عملية رسم الخرائط المساحية. الخريطة دي بتستخدم او بترسم عن طريق ايه، او بترسم عليها ايه، او ايه اللي اقدر اطلعه منها، او اعرف ازاي ان دي مرسومة او مستخدمة بطريقة، او العنصر اللي مستخدم فيها هو الميزانية الشبكية، ان انا بلاقي حاجة اسمها خطوط الكونتور. وقلت ان خطوط الكونتور دي عبارة عن خطوط بتكون خطوط وهمية مرسومة على الخرائط، بتوضح لي النقاط اللي هي مرتفع او على ارتفاع واحد بيمر ما بينها خط كونتور واحد، او النقاط اللي هي منخفضة بيمر ما بينها خط كونتور واحد. يبقى اذا خطوط الكونتور دي بتمر بالخطوط ذات الارتفاعات الواحد او الانخفاض الواحد. وطبعا ده جت منين الخطوط دي، او النواتج دي عرفتها منين؟ من اجراء عملية الميزانية الشبكية. يبقى الميزانية الشبكية حددت لي خطوط كونتور، خطوط الكونتور دي بتستخدم في رسم خرائط. وطبعا قلت لك ان الخطوط او الميزانية بتختلف باختلاف سطح الارض ومدى الدقة. تقابلني قطعة ارض ذات تضاريس مختلفة عن قطعة ارض اخرى، وبالتالي فانا محتاج طبعا طريقة الشغل هنا او الدقة اللي موجودة هنا هتكون طبعا اكثر دقة من الطريقة اللي موجودة في قطعة الارض ذات الشكل الاخر. يبقى انا بختلف في الميزانية او طبيعة اجراء الميزانية او نوعية الميزانية في من ايه او لايه، حسب ايه؟ حسب طبعا تضاريس قطعة الارض وشكل قطعة الارض اللي موجودة عندي ومستوى الدقة اللي موجود او اللي مطلوب ان انا انفذ بيه. كنا تعرضنا مع بعض خطوات تنفيذ أعمال الميزانية الشبكية، ودي ممكن تجي لك في امتحان، في الامتحان في صورة أكمل أو ما شابه من خطوات إجراء عملية الميزانية الشبكية لقطعة أرض مثلا مربعة الشكل كذا وكذا وكذا. فلازم تكون عارف إن أنا عبارة لما يكون عندي قطعة أرض وليكن مثلا مربعة الشكل مستطيلة أو مثلثة أو ما بين الشكلين أو الثلاث أشكال اللي موجودين عندي، طب أنا عملية الميزانية الشبكية الواقع. وانا بكلمك طبعا بشكل عملي، انك انت طبعا محتاجين ان الموضوع ما يكونش يعني بيقوم على الجانب النظري فقط، ولكن بشكل اكبر لازم يكون عندك الجزء او ملم بمجموعة المهارات اللي بتخدم معاك على الموضوع الدرس بتاعنا اللي هو اعمال الميزانية الشبكية، لانك انت مطالب في الواقع او في الموقع او في المشروع بتاعك ان تتعرض لحاجة زي انك انت تجري ميزانية شبكية ارض عشان تقدر تحدد ايه نقاط الارتفاع، او انت محتاج قد ايه حفر او ردم لقطعه الارض دي، سواء في عمليه الايه لعمليه الاجراء عمليه التسويه سواء بالحفر او بالردم. وخلي بالك انك انت هتكون شخص مسؤول طبعا ان شاء الله بعد كده. ليه؟ لانك انت هتقول او ما اللي هيتم تدوينه من حضرتك في الدفتر بتاعك، انت بتقول ان انا محتاج وليكن 1000 متر مكعب ردم التراب عشان اردم بيه المنطقه بتاعتي اللي انا عملت لها ميزانيه شبكيه. اذا كله هيلقى على عاتقك، انك انت هتكون صاحب القرار في التكعيب بتاعك او تقدير اعمال الردم او اعمال الحفر اللي انت قلت عليها. لو اعمال حفر يبقى انت هنا هتحتاج طبعا عشان تجري عمليه الحفر هيكون مجموعه من المعدات اللي هتكون موجوده معاك في المشروع. طبعا المعدات دي بيكون لها تكلفه ماليه، اكيد لازم تكون ملم ومقدر او واصل الى درجة علمية المفروض انها بتكون بتليق بيك كخريج تعليم
معمارية وكذا، وأيضا أنك أنت دارس أعمال مساحة ودارس ميزانية شبكية، فتجري عملية الميزانية الشبكية بأكثر دقة وتكون عارف ومحدد أنا هحتاج أن أنا أعمل عملية حفر وليكن لي 500 متر مكعب حفر، طيب يبقى أنا محتاج معدات، المعدات دي هتكون بعملية الحفر، إذا التكلفة أنت بتكون مقدرها بناء على أعمال الحفر اللي هتتم. وكذلك برضو أعمال الردم زي ما قلت، أنا حابب من هنا أو أنا ليه بتكلم في الجزئية دي، أتكلم في الجزئية دي عشان أعرفك أنك أنت أو أوضح لك أنك أنت لازم تكون ملم بجميع النواحي العملية والمعملية زي ما بنقول، والجزء النظري او مجموعه المعارف اللي بتخدم عليها مجموعه المهارات والخبرات اللي احنا بنحاول ان احنا نستعرضها لك في دروسنا بقدر الامكان او المتاح لنا من خلال القناه بتاعتنا. طيب قلت بعد كده ان ازاي بجري عمليه تنفيذ الميزانيه الشبكيه بتاعتي، بيجيب طبعا ابسط، وده ابسط حاجه زي ما قلت، عند قطعه ارض بقسمها لمجموعه من المربعات او المستطيلات، واذا كان عندي في شق منها مثلث او ما شابه بسيبه الجزء ده، بحاول ان انا يعني زي ما بنقول باخد المشكله بقسمها الى مجموعه من المشكلات الصغيره او الاصغر عشان اقدر ان انا احل كل مشكله لوحدها. لو انا عندي قطعه ارض مثلا وليكن شبه منحرف، بحاول ان انا اقسمها لمجموعه من المربعات او المستطيلات، ثم بيتبقى عندي جزء، الجزء ده بيكون مثلا على شكل مثلث، يبقى انا كده عندي مجموعه من الاشكال شكلين، قسمت قطعه الارض دي لشكلين او ثلاثه، مربعات ومستطيلات ومثلث، او مربعات ومثلث، او مستطيلات ومثلث. بعد كده بعمل ايه؟ طب بعد عمليه التقسيم، اصلا عمليه التقسيم بتتم ازاي؟ انا قلت بيجيب هو حبل، ده ابسط حاجه زي ما قلت، حبل او شريط او ما شابه، بيعمل له مجموعه من العقد، المسافه ما بين العقده والعقده وليكن مثلا 5 متر، قلت 5 متر ده اقل حاجه عشان انا اقدر، ممكن تبقى 7 ممكن تبقى 10 مستر ماشي، 20 ما فيش مشكله حسب طول وعرض قطعه الارض اللي موجوده عندي اشتغل عليها. طب اذا كانت القطعه اكبر او اصغر ما فيش مشكله، يبقى انا بعمل مجموعه من العقد، المسافه ما بين العقده والاخرى وليكن مثلا 5 متر. بعد كده بيقف على حافه قطعه الارض او بدايه الطول في قطعه الارض، وبيحط بيعلم بمجموعه من او بجير، استخدم الجير ويحط علامات على الارض عند كل عقده من العقد دي، يبقى معروف ان عند كل نقطه من دول المسافه ما بين الاخرى الواحده والثانيه 5 متر، يبقى انا كده حددت الطول بتاعي او قسمته لمجموعه من الامتار طول القطعه الواحده 5 متر. بعد كده بيجي القياس او المسافه، بيمشي في اتجاه العرض في الناحيه الثانيه من قطعه الارض، وبيقيس مسافه وليكن 5 متر. ده لو انا محتاج ان انا اقسم قطعه الارض الى مجموعه من المربعات. طب اذا كانت مستطيلات يا مستر، هو انا ينفع؟ اقدر، انا قسمت وليكن الطول او العرض بتاعي الى 5 متر، كل 5 متر حطيت نقطه او شوكه في الارض وعملت العلامات بتاعتي للعرض بتاع قطعه الارض. طيب الطول بتاعي بعد كده ممكن ان انا اقسمه اقوم قايس من بدايه قطعه الارض 10 متر وليكن، بعلم علامه، وعند نهايه قطعه الارض من الطرف الاخر اقوم قايس 10 متر. بعد كده الاثنين اللي كانوا ماسكين الحبل او الشريط اللي كان موجود معايا اللي هو عباره عن مجموعه من العقد، المسافه ما بين العقده والاخرى 5، بيتحركوا في اتجاه الطول عند مسافه 10، بيقفوا وينزلوا الشريط على الارض. بعد كده بحط برده مجموعه من الشوك عند كل عقده شوكه او مجموعه من الجير علامات على الارض. اذا عملت عندي، تكون عندي شكل، الشكل ده بالطريقه اللي انا قلتها من شويه هو عباره عن مستطيل، وانا باكد مستطيل وبتكلم على المستطيل ليه؟ الحلقه اللي فاتت او الدرس اللي فات اتكلمت عن المربع وتقسيم قطعه الارض لمجموعه من المربعات. طب ليه يا مستر انت النهارده بتكلمنا عن المستطيل؟ بكلمك عن المستطيل لان انا اكيد ان شاء الله هتناول في الشرح مثال او تمرين يكون في قطعه ارض مستطيله الشكل او متقسمه الى مجموعه من المستطيلات، يبقى انا هنا هوظف مساحه المستطيل، وده الكلام اللي كنت بتكلم عليه قبل كده في دروسنا معاكم في الصف الثاني، ان انا مش هدرس درس المساحات اللي هي المربعات والمستطيلات والمثلث وشبه المنحرف وما شابه وهركنه، او ان انا يعني هتغاضى عنه بعد كده، او ان هو مش مكمل معايا بعد كده. بقول لك لا، احنا الدروس بتاعتنا كلها بتدور في فلك واحد وكلها بتتناغم مع بعضها البعض عشان في الاخر اقدر اوصل بيك الى بر الامان، واقدر ان انت او ان اقدر ان انا اوصل معاك بشكل جيد ان انا احقق خريج يليق بسوق العمل اللي موجود حاليا في الخارج. طيب بعد كده قطعه الارض دي انا قسمتها لمجموعه من المستطيلات، طول المستطيل طوله 10 متر،
عرضه 5 متر خلاص قسمتها. طب انا اتبقى عندي جزء يا مستر وليكن مثلا الجزء ده مثلث، خلاص انا بفضل اقسم لحد ما بوصل للجزء اللي هو خاص بالمثلث، بحدد الثلاث اركان بتوع المثلث بتاعي وبسيبه، يبقى انا كده قطعه الارض اللي موجوده عندي عباره عن مستطيلات، مجموعه من المستطيلات ومثلث موجودين فين في الشكل. طب ممكن يا مستر يكون عندي قطعه ارض عباره عن مربعات او مستطيلات وموجود فيها اكثر من مثلث؟ اه طبعا وارد انك انت تتعرض لاثناء التمارين سواء في الجانب العملي او اثناء الامثله والتمارين بتاعتنا لقطعه ارض موجود فيها مثلثين. طب انا هعمل فيهم ايه؟ قلت لك في بدايه الحلقه ان انا ان شاء الله باذن الله باخد كل شكل لوحده، وقبل كده في الدرس السابق قلت ان انا كل مثلث بتعامل معاه على انه هو قطعه خاصه بيها. يبقى انا لو عندي مثلثين هيكون عندي مجموعه من القراءات، ثلاث قراءات لكل مثلث، يبقى انا عندي كام كده؟ المفروض هنا ثلاثه وهنا ثلاثه، يبقى انا عندي ست قراءات، كل قراءه من دول هتختلف عن الثانيه. طيب بعد كده عندي القانون، او تعرضنا بعد كده للقانون بتاعنا، وده طبعا انا بستعرضه تاني لان انا هستخدمه في الحل التمرين بتاعنا النهارده. القانون بتاعنا انا بحسب في البدايه حجم حجوم، حجم يعني طول في عرض في ارتفاع. طيب انا يبقى انا بتكلم في مساحه مضروبه في ارتفاعات، الارتفاعات دي اللي هي تكون عندي اللي هي القراءات او حاصل طرح القراءات من منسوب التسويه. طب ايه منسوب التسويه ده يا مستر وبلاقيه فين؟ ده بيكون موجود عندي في التمرين بتاعي، بيكون المالك او الاستشاري اللي موجود في المشروع محتاج ان هو يسوي قطعه الارض حسب مواصفات معينه، بيديني المنسوب بيقول لي سوي قطعه الارض دي على قراءه وليكن مثلا 3 متر. طب دي معناها ايه يا مستر؟ او الشق العملي بتاعها ايه؟ محتاج، يبقى هو يقصد ان هو محتاج كل ما بحط القامه اللي هي القامه اللي انا باخد برصد عليها القراءات من ميزان القامه بتاعي، محتاج ان هو اي مكان في قطعه الارض يرصد عليه، لما يجي يرصد 3 متر في اي جزء من اجزاء قطعه الارض. طب انا اضمن منين ان كل الاجزاء دي تكون قطعه الارض كلها متساويه؟ فانا بقسم قطعه الارض الى قطع صغيره، كل قطعه باخد عندها قراءه عند الركن منها. ليه؟ عشان اضمن عمليه التسويه تتم بشكل ايه؟ اكثر دقه، ويكون ملمه بقطعه الارض كلها بشكل عام. طيب ده كان القانون بتاعي. عرفت ان انا بستخدم ايه؟ حجوم، او الناتج اللي يطلع عندي عباره عن حجم مساحه مضروبه في ارتفاعات. طيب بعد كده اتناولت بالشرح القانون ذات نفسه بقى على بعضه كده، زي ما قلنا بيقول الحجم يساوي س، وس دي انا وضحتها عشان هنستخدمها تاني النهارده وهنتكلم فيها. س اللي هي المساحه مقسومه على 4، ده اذا كنت بشتغل ايه يا شباب؟ طالب بقى المتابع معايا هيرد عليا ويقول لي اذا كنت بشتغل في مربعات او مستطيلات يا مستر. يبقى المساحه مقسومه على 4 في حاله ان اذا كانت مقسمه الى مربعات ومستطيلات. طيب س على 4 مضروبه في، بفتح قوس، عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3 زائد عين 4. طب ايه قصة عين واحد وعين اتنين دي يا مستر؟ عين واحد انا قلت لك اللي هي القراءة اللي ما هيش مكررة، او اللي موجودة عندي في ركن واحد من شكل واحد. طيب ودول لازم اعدهم ويكونوا موجودين في الاركان بتاعتي بتاعت قطعة الارض او مجموعة القطع اللي انا ايه قسمتها. طيب ده كده عين واحد، يبقى انا بحسب بجيب القراءة بتاعته بتاعت العين واحد دي النقطة دي واطرحها من منسوب التسوية اللي موجود عندي، والناتج بضربه في كام؟ في واحد، ان هي عين واحد عشان هي موجودة في مربع واحد او ركن واحد او ما هيش متكررة غير مرة واحدة. طيب بعد كده الجزء الثاني عين اتنين. ايه عين اتنين؟ عين اتنين دي انا قلت اللي بتكون موجودة او مشتركة معايا او متكررة مرتين. ليه؟ الراجل وهو بيتحرك او المقاس بتاعي بتاع العشرة مثلا جه عنده نقطة تقاطع ما بين مربعين وليكن، أو النقطة دي رأس مربع أو رأس مستطيل، هي دي نقطة، النقطة دي بتكون متكررة أو القراية عندها مرتين مضروبة مرتين. ليه أنا بقول عين؟ عشان هي المفروض إنها في المربع ده أو تتبع المربع ده وتتبع المربع ده، ولكنها مشتركة في رأس واحدة أو ركن واحد أو نقطة واحدة ما بين المربعين، وبالتالي بضربها في اتنين. تمام كده؟ وأنا بطلق عليها أو بسميها في القانون عين اتنين، يبقى عين واحد زائد عين اتنين، وعين اتنين دي اللي هي انا باخد القراءة اللي موجودة واطرحها من منسوب النقطة او منسوب التسوية اللي موجود عندي، والناتج اللي بيطلع بضربه في اتنين. تمام كده؟ طيب بعد كده عين تلاتة بنفس الطريقة ونفس المنطق، يبقى عين تلاتة القراءة المتكررة عندي ثلاث مرات، وطبعا هي مش هتكون متكررة عندي ثلاث مرات، هي مكتوبة مرة واحدة، ولكن هي مشتركة في ثلاث اشكال، ثلاث مربعات متشابكين مع بعض او متجمعين مع بعض في ركن واحد او نقطة واحدة اخذت عليه القراءة دي. تمام كده؟ يبقى اذا انا بسميها عين ثلاثة. ليه؟ لانها موجودة في ثلاث
اركان او موجوده في ركن واحد لثلاث اشكال، تمام كده؟ يبقى انا بجيب الناتج بتاعها. طب الناتج ده ايه يا مستر؟ الناتج ده هو حاصل طرح منسوب اللي موجود عندي من منسوب التسويه اللي هو بيكون معطى او محتاج ان هو يسوي قطعه الارض عليها. يبقى الناتج ده بضربه في كام؟ في 3. وهكذا برضو وبنفس المنطق عين 4 اللي هي مشتركه عندي في 4 اشكال، تمام كده؟ تبقى بطلق عليها عين 4، بجيب الناتج بتاعها واضربه في 4. ده كان كل ده كان استعراض للقوانين بتاعتنا والاجزاء اللي مرينا بيها في الدرس اللي فات. ليه؟ عشان انا محتاج ده هيخدم معايا او هيشتغل معايا في التمرين اللي موجود معايا النهارده ان شاء الله. طب بعد كده كان عندي جزئيه بسيطه بس يا شباب لازم نوضحها برضو. قلت لما يكون عندي الشكل مثلث يبقى انا بجيب المساحه، مساحه المثلث اللي هي طبعا هتكون نص القاعده في الارتفاع لو مثلث قائم، واقسمه على كام يا شباب؟ على 3 مش على 4. ليه يا مستر؟ لان طبعا المثلث فيه كام ضلع؟ 3 مش 4. يبقى انا بقسم المساحه، مساحه المثلث اللي موجوده عندي على 3 وافتح قوس واضربه في عين 1 زائد عين 2 زائد عين 3. طب هو انا يا مستر يكون عندي هو وارد ان انا يكون عندي، وده ممكن طبيعي ان يكون عندي مثلثين زي ما قلت في الحلقه السابقه، ان يكون عندي مثلثين في قطعه الارض او قطعه الارض دي موجود فيها شكلين، الشكلين دول عباره عن مثلثين ومتقابلين او متجمعين هما الاثنين في نقطه واحده، وانا اثناء عمليه الايه القياس او التقسيم اتجمعوا في نقطه واحده، الرؤوس بتاعتهم اتجمعت في نقطه واحده، النقطه دي المفروض ان هي عين 2، ولكن انا تيسيرا للشغل وعشان ما ارهقش نفسي واتوه زي ما بنقول ما بين الخطوات في عمليه الحل بتاعي او عمليه الحسابات، انا بشتغل المثلثات المثلثين وكانهم مثلث واحد، يعني بشتغل كل مثلث على ايه؟ على حده، باخد مجموعه النقاط بتاعته 1 2 3 1 2 3 في المثلث الثاني. اه صحيح في نقطه عندي مشتركه في المثلثين ممكن احسبها عين 2 مفيش مشكله، ولكن عشان عندي خطأ أو ما شابه أنا أخذ المثلث ده لوحده وأخذ المثلث ده لوحده وأحسب كل مثلث. طب أحسبه إزاي؟ باخد يبقى كل المثلث ده بالثلاث نقاط اللي فيه عين كام يا شباب؟ عين 1، أطرحهم الثلاث نقاط أو الثلاث قراءات اللي موجودة على الثلاث نقاط دول هطرحهم من منسوب التسوية بتاعي، وهكذا المثلث الآخر قراءات الثلاث نقاط فيه اللي هم الثلاث رؤوس بتوعه هطرحهم من منسوب التسوية. يبقى أنا كده طلعت النتيجة وأجمع الناتج اللي هيطلع اضربه في المساحة مقسومة على مين؟ على 3 اطلع الحجم. كل ده كده كان استعراض للدرس السابق وتمهيد للدرس بتاعنا النهاردة. محتاجين انك انتم ان شاء الله تكونوا متابعين معانا وجاهزين ومستعدين لتدوين كل كلمة تتقال النهاردة من تمارين، عشان ده ان شاء الله هيكون يعني هو بإذن الله هو الدرس الثاني في الميزانية الشبكية، ولكن حساب المثلثة والمستطيلة لما يكون عندي قطعة أرض مثلثة أو مستطيلة الشكل في أشكال مستطيلة أو مربعة أو مثلثة الشكل، يبقى أنا هشتغل على الجزء ده وبإذن الله هيكون ده آخر درس في الميزانية أعمال الميزانية الشبكية، عشان بعد كده إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم على خطوط الكونتور عشان نقدر نختم المنهج بتاعنا ونعمل عملية مراجعة إن شاء الله بإذن الله في الوقت بإذن الله القادم، عشان نقدر نلم به دروس عناصر الدروس بتاعتنا في مادة المساحة. طيب ده كده البداية بتاعتنا عن هنشتغل ايه النهاردة بإذن الله. يبقى انا عارف محدد ان انا هشتغل على قطعة ارض فيها اشكال مثلثة الشكل، وهستعرض برضو معاها شكل مستطيل، لان انا اتكلمت في الحلقة السابقة عن اشكال مربعة قطعة ارض متقسمة الى اشكال مربعة الشكل. طيب نبص كده مع بعض ونروح للسلايد بتاعنا ونبدأ. هنا كنا طبعا اتكلمنا عن مثال اهو كنا استعرضناه وهنعمل له استعراض كده على السريع عشان نتذكر خطوات الحل بتاعتنا، لان هي الطريقه واحده لكن الاشكال بتختلف معايا. فكان مثال هنا بيقول لي وده كنا ختمنا بيه، بيقول لي مثال عنده قطعه ارض اهو في استعراض سريع كده مربعه متقسمه الى وحدات مربعه الشكل، طول المربع طول ضلع المربع الواحد 10 متر. اذا انا قلت لك ان عندك هنا ثلاث معلومات. المعلومه الاولى منسوب التسويه اللي هو 2 متر، قطعه الارض دي محتاج ان هو يسويها على 2 متر، علما ان الشكل الوحده مربعه يبقى متقسمه الى اشكال مربعه، ودي المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه ان طول الضلع اللي موجود في الوحده الواحده 10 متر. يبقى انا عندي ثلاث معلومات يا شباب في المثال ده. طيب بعد كده قلت لك انك انت بترسم اهو الشكل القديم موجود عندك في التمرين بتاعك او موجود في المثال بترسمه، ولكن بدون نقاط. النقاط دي كلها القراءات دي اسف القراءات دي كلها بيتم لها عملية طرح من منسوب
التسويه اللي هو بيكون معطى لك ويكون عطولك في التمرين بتاعك 2 متر، كل النقاط دي بطرحها من 2 متر وارجع تاني ادونها على الشبكه بتاعتي او الشكل بتاعي اللي انا رسمته اهو. كل القراءات طرحتها من كده زي ما بنقول 8 متر و10، طرحتها من 2 اداني 6 متر و10، وحددت هنا كل الاركان المشتركه فيه او القراءات المشتركه في ركن واحد او القراءات اللي ما هيش متكرره حددتها، يبقى انا عرفت ان هم دول خمسه لازم يكونوا موجودين في الجدول خمسه زي ما هنشوف كمان شويه. والقراءات اللي مشتركه فيه ضلعين اهو او شكلين حطيتها هنا، دونت كل حاجه الشكل بتاعها ولكن بعد عمليه الايه؟ الطرح. طيب بعد كده برسم بتاعي، الجدول ده اسمه جدول التدوين او جدول الميزانيه الشبكيه، بيكون متقسم لاربع خانات اهو، عين واحد، عين اثنين، عين ثلاثه، عين اربعه. كل قراءه من دول او ناتج حصل طرح قراءه من دول من منسوب التسويه بطرحه وارجع ادونه تاني هنا كده عندي اهو. يبقى انا جبت عين واحد 6 متر و10 حطيتها في مكانها، 4 متر و7 حطيتها في مكانها، متر 51 حطيتها في 55 حطيتها في مكانها. يبقى انا جبت القراءات كلها اللي هي عين واحد دونتها، عين اثنين دونتها، عين ثلاثه، عين اربعه. بعد كده عملت لها عمليه جمع في المجموع، يعني في خانه هنا اللي هي خانه المجموع، بجمع راسي كل دول واحطهم هنا، اجمع راسي كل دول واحطهم هنا، وهكذا دي وهكذا دي. يبقى انا عندي المجموع بتاعي. طيب المجموع بتاعي كل خانه من دول ده هضربه في عين واحد يعني مضروب في واحد، عين اثنين يعني الاجمالي ده هضربه في اثنين، عين ثلاثة يعني في ثلاثة، يعني الناتج ده هضربه في اربعة. وشفت هنا الحل بتاعي بتاع التمرين، وكنا توقفنا عند هذا القدر اهو، زي ما بنقول الحجم بيساوي مساحة الشكل على اربعة، وده القانون بتاعنا، س بتساوي طول الضلع في نفسه، لان قطعة الارض يا شباب كانت عبارة عن قطع متقسمة الى قطع او وحدات، الوحدة مربعة الشكل، يبقى طول الضلع في نفسه 10 ب 100 متر مربع، قسمته على 4، فتحت القوس ضربته في عين واحد، الناتج بتاع او اجمالي اللي هو 15 48 في 1 زائد 2 في 10 38 زائد 3 82 في 3 زائد 2 77 في 4. وعرفت ان انا قطعه الارض اللي موضحه بالشكل اللي قدامي ده اهو، الارض دي محتاج ان انا اجري لها عمليه حفر، زي ما قلنا في بدايه السؤال كان بيقول لي احسب مكعبات الحفر. يبقى انا عرفت ان انا عندي 1469.5 متر مكعب حفر هيتم اجراءهم لقطعه الارض دي عشان اقدر اسويها كلها كده على منسوب تسويه كام؟ 2 متر. طيب وكان عندي السؤال بتاعنا او المثال النهارده الجديد بتاعنا اللي انا سبته لكم عشان نتابع مع بعض ونشوف نفكر فيه في النهارده باذن الله هنحله مع بعض ونشتغل عليه، وايه الجديد اللي هنستعرض، ايه الجديد اللي موجود فيه، وهو يفرق ايه التمرين اللي فات. فحابين نقول يا شباب ان بيقول لي مطلوب تسويه قطعه الارض الموضحه بالرسم على منسوب زائد 20 متر، يعني كل ما احط القمه في اي مكان هنا في قطعه الارض دي شباب 20 متر، علما خلي بالك بان خط ا ب يساوي 5 في 20 متر، والخط ا د يساوي 2 في 20 متر. طب تعالى الاول كده مع بعض نعرض الخط ا ب، ا بيقول لي 5 في 20 متر، خلي بالك هنا ان هو ما قاليش طول قطعة الارض. طيب يا شباب نوضحها مع بعض كده ونعمل عليها سبوت عشان نقدر نلم بالموضوع. هو بيقول لي هنا قطعة الارض ما قالكش انها متقسمة الى قطع مستطيلة الشكل او وحدات مستطيلة الشكل. طول الوحدة، طب ما كان من السهل عليه انه يقول لي كده طول الوحدة وليكن مثلا 20 متر وعرضها 5 متر، هنا قالك ايه؟ طول الخط 5 متر، 5 في كام؟ في 20 متر. ورجع تاني القطعة التانية الطول التاني او العرض التاني قال لي 2 في 20 متر. يبقى هو عايز يقول لك هنا انك انت القطعة الواحدة هنا طولها 20 متر ومتقسمة الى خمس وحدات، بيقول لي ا ب طول الخط ا ب يعني طول قطعة ا ب طوله 5 في 20 متقسم، معنى الكلام كده او شرحه او اكثر توضيحا خمس قطع متقسم الى خمس قطع طول القطعة الواحدة 20 متر، وطول الخط ا د اللي هو الضلع الثاني او العرض عرض القطعة الثاني 2. يبقى يقصد هنا ايه؟ ان متقسمة بالعرض الى وحدتين تمام كده، قطعتين طول القطعة الواحدة 20 تمام كده يا شباب. فلازم اكون عارف كده ان القطع عندي المفروض كام يا شباب؟ انا قلت 5 هناك في 20 والثانية 2 في 20، فلازم اكون عارف ان هنا في وحدتين هناك في كام في الطول؟ خمس وحدات. ده طبعا كان يعني هو زي ما بنقول جزئيه موجوده في السؤال بتاعي،
مش جابها بشكل مباشر، لان انا اقدر اجيبها لك بشكل مباشر واقول لك ان عندي قطعه ارض متقسمه الى مستطيلات مربع، طول المربع او وحده مربعه مجموعه من الوحدات مربعه الشكل، طول الوحده الواحده او طول ضلع الوحده الواحده وليكن 10 متر او 5 زي ما كان في التمرين 10 متر. طب لو هو مستطيل ممكن اقول لك متقسمه الى مجموعه من الوحدات مستطيله الشكل، طول الوحده وليكن 10 الوحده 5 متر، ولكن هو هنا جبالك في صوره ا ب طول خط وعرض اللي هو ا د، تمام كده. طيب ايه الجديد اللي هيكون عندك في المثال بتاعنا؟ نبص مع بعض كده ونشوف. هنا هو جاب لك هنا شكلين مثلثين موجودين عندك اهو، بص كده قطعه الارض اهي فيها شبه منحرف. طيب هو قسم الاجزاء اللي هي زي ما بنقول سهله معاه الى اهو اشكال مربعه، تمام. اربعه هنا كده كام؟ 20 في 20، طول القطعه الواحده كام؟ 20 في 20. بعد كده فضل يعني يدخل كده على القطعه لحد ما وصل عند بدايه المشكله اهو، طلع منها الشكل ده او الوحده دي اللي هي مربعه، وطلع عنده مثلث ومثلث. طيب هنا يا شباب لو لاحظنا الجزئيه اللي انا قلت لك عليها قبل كده، ان انا عندي مثلثين، لو يا مستر ممكن يكون عندي مثلثين موجودين في قطعه ارض واحده وهما الاثنين بيتقابلوا في راس يبقى اذا انت ممكن تصادف عين اثنين في المثلث ولكن انا قلت لك تيسيرا وتسهيلا عليك في اثناء عمليه الشرح انك انت تقدر تشتغل المثلث ده لوحده والمثلث ده لوحده ثم المربعات بتاعتك او الاشكال. طيب يبقى انا كده عندي قطعه الارض دي، القراءات بتاعتي اهي 23.8 23.9 24.8 25.8 23.7 26.4 طبعا 4.10 و7.10 و8.10 دي يعني 80 سم 40 سم، تمام كده 24 و، وخلي بالك دي هتبقى كام؟ عين واحد زي ما قلت في المثلث او عين اثنين للمثلثين. طبعا ما ينفعش تيجي تقول لي دي هتكون عين ثلاثة، فانا هقول لك انت هتقول لي ما ينفعش ليه يا مستر النقطة دي تكون عين ثلاثة، هقول لك ان الاشكال دي ما هيش نفس الاشكال دي، اذا المساحة دي ما هيش زي المساحة دي، تمام؟ هي تنفع هنا عين اثنين عشان مساحة ده زي مساحة، ما تنفعش عين ثلاثة. فواحد يقول لي يا مستر طيب هنا مربع وهنا مثلث وهنا مثلث، النقطة دي مشتركة في ثلاثة او متكررة ثلاث مرات، هقول لك طبعا لا، هنا موجوده في المربع في المثلث ده لوحده والمثلث ده لوحده، ان ده مساحه زي ده بالظبط ولكن تختلف عن مساحه الايه او المستطيل. اذا هي هتكون هنا محسوبه عين واحد في المربع ده او المستطيل ده لو هو مستطيل، وعين واحد في المثلث ده وعين واحد في المثلث ده، او عين اثنين ما بين المثلثين دول مع بعض مشتركين بس، تمام. طب بعد كده عندي عين ثلاثة، طب فين عين ثلاثة؟ واحد اثنين ثلاثة 25.6 ليه يا مستر؟ عشان مشتركة في ثلاث أشكال، واحد اثنين ثلاثة هتكون متكررة ثلاث مرات. أنا قلت لك إن دي اسمها نقطة ولكن دي اسمها قراءة. النقطة دي اللي هي نقطة التقاطع دي نقطة تلاقي أشكال مع بعض، تلاقوا هم الثلاثة في الرأس دي أو في الركن ده، لما حط القامة هنا منسوب على القامة بتاعتك على الميزان أرى 25.6، دي القراءة اللي هو رصدها على الجهاز، تمام كده؟ أرى كام؟ 25.6، ولكن ده النقطة عند نقطة التلاقي دي، 25.6 أكيد هي نفس القراءة اللي هي موجودة في الركن ده أو في المربع ده في المربع ده في المربع ده، ليه؟ عشان هي في نقطة مشتركة ما بين التلاتة، يبقى هي مضروبة في تلاتة، لذلك أنا بقول لك عين واحد اللي هي القراءة أو حاصل طرح المنسوب اللي هو 25.6 بطرحه من منسوب التسوية عشان أعرف الكام؟ واضربه في 3، اعرف الفرق كام واضربه في 3. بعد كده عين 4، خلي بالك هنا لو لاحظت في التمرين بتاعنا ان عين 4 اتكررت هنا اكثر من شكل، هي يا مستر وارد انها تتكرر معايا؟ طبعا لو انا عندي قطعه الارض كبيره الشكل يعني اكبر من كده بكتير اكيد القراءات دي هتتكرر معايا كتير، انا ممكن الاقي 25 دي اللي هي 3 يعني مشتركه في 3 اجزاء او 3 اشكال 3 وحدات، ممكن الاقيها كتير جدا متكرره معايا، 4 دي اكيد ممكن تتكرر كتير خالص في نقط التقاطع. هنا بص كده اتكررت معايا مرة ومرة، هي ليه 4؟ أنا قلت لك عشان أنا شكل 2 3 4 والشكل ده هنا أو النقطة دي ما هي نقطة تلاقي بين الشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده اللي هي 24.2. طيب المنسوب التسوية فين أو المعلومة اللي موجودة عندي فين يا مستر؟ هنا بيقول لك عايز يسوي قطعة الأرض على منسوب كام؟ 20 متر، يبقى كل ما يحط القامة هنا
يقرا كام؟ 20. خلاص كده يا شباب، علما بان الخط الف ب ده اللي انا قلت لك عليه في البدايه، الف ب الخط ده متقسم الى 5 وحدات، 1 2 3 4 5 اهم 5 اجزاء. طول الوحده الواحده كام؟ 20. وانا قلت لك ده لعب بالالفاظ في التمارين بتاعتنا زي ما بنقول، فلازم تكون مخلي بالك من الاسئله بتاعتنا وازاي بتيجي. يعني انا ممكن اجيبها لك بشكل موضح واقول لك وحدات مربعه الشكل طول ضلع الوحده 5 متر او 10 متر، لا انا هنا بقول لك طول الخط الف ب متقسم الى او 5 في 20، يبقى انا معروف ان انا عندي خمس، الخمسه دي مقصود بيها 5 اشكال، 1 2 3 4 5 في 20، يعني طول القطعه الواحده كام؟ 20 متر. تمام كده، يعني طول ده كام كده يا شباب؟ 100. يبقى طول الخط ده 100 متر. طيب والخط ألف دال اهو طبعا هكون راسمه لك كده بالظبط، الألف دال متقسم الى 2 في 20 متر، اللي موجوده عندي يا شباب وحدات مربعه الشكل، وده اللي انا كنت حابك انك انت تستنتجه لوحدك في بدايه الحلقه. طيب ليه؟ عرفت ان انا اهو بص كده، دول 5 دول 2 2 في 20، يبقى يقصد شكلين وحدتين، طول الوحده الواحده كام؟ 20. يبقى قطعه الارض الموضحه قدامك دي طولها 100 متر وعرضها كام يا شباب؟ 40 متر. جبت ال 100 منين يا مستر؟ ضربت ال 20 في كام؟ 20 طول الوحده الواحده في عدد الوحدات اللي هو 5، اداني ده 100 متر وده طبعا عرضها 40 متر. طب عرفت 40 متر؟ عرفت ان انا طول الوحده الواحده 20 في العدد بتاعهم اللي هم كام؟ 2. طيب كده ده كان قراءه للشكل بتاعنا او للتمرين بتاعنا عشان اقدر اعرف اشتغل عليه بعد كده. هنروح بعد كده للحل بتاعنا. الحل اول حاجه بيقول شبكة جديدة ونضع عليها قيمة الحفر عند كل ركن، ثم نفرغ قيم الحفر الخاصة بالمربعات، نفرغ قيم الحفر الخاصة بالمثلثات. ليه؟ ما خلي بالك ان انت كان عبارة او كان موجود فيه مربعات ومثلثات، فهو بيقول لك انك انت في ورقة نوضحها مع بعض كده يا شباب. انت بتاخد النموذج اللي موجود عندك في ورقة الاسئلة، الشبكة او الرسمة بتاعت الميزانية الشبكية او التمرين اللي موجود عندك في ورقة الاسئلة، بتنقله عندك تاني في ورقة الاجابة. طيب ده اول حاجة بيقول لك ايه؟ ننقل او نرسم الميزانية الشبكية اللي موجودة في ورقة الايه؟ الاسئلة، هتنقلها عندك. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بنحدد او بنضع او بنوثق او بنكتب الارقام او القراءات اللي موجودة عند في الميزانيه الشبكيه الخاصه بالمربعه او المستطيل. ادونها فين؟ ادونها على الرسمه بتاعتي او الميزانيه الشبكيه، الرسمه الميزانيه اللي موجوده عندي. طب دي بتكون موجوده بعد ايه؟ او انا بدونها بعد ايه؟ هل انا هنقل الشكل زي ما هو بارقامه واحطه عندي في ورقه الاجابه؟ طبعا لا، انا بنقل الشكل كرسمه، ولكن الارقام اللي موجوده عليها بجري ليها عمليه طرح من منسوب التسويه اللي هو كان يا شباب في المثال 20 متر. يبقى كل القراءات اللي موجوده عندي هطرحها من المنسوب التسويه اللي هو طالبه 20 متر، اطرح منه 20 متر وادون القراءات او النواتج بتاعتي على الرسمه الجديده، ولكن مع مراعاه ان كل في اماكنه زي ما بيقول. ده خاص بمين؟ بالقراءات اللي هي في الوحدات مربعه او مستطيله الايه؟ الشكل. ثم بعد كده بيقول لي اجري برضه عمليه الطرح وتوقيع القراءات والنواتج على الرسمه للاشكال الايه؟ المثلثه. يبقى انا بخلص المربعات كلها، الاركان بتاعتها عين 1 في مكانه، عين 2 في مكانه، عين 3 او عين 4. ثم بعد كده ارجع بقى ادور لو انا عندي مثلث او مجموعه من المثلثات، برضو بعمل لها نفس الموضوع بتاعي او اللي انا عملته في السابق، ان انا بطرح القراءات بتاعتي اللي موجوده في رؤوس المثلثات اللي عندي، اطرحها من منسوب التسويه وادونها على الايه؟ على الرسم اللي موجود عندي في كراسة الإجابة. أصبح عندي شكل جديد للميزانية الشبكية أو لقطعة الأرض اللي كانت موجودة في السؤال، ولكن بالنواتج أو بالقراءات أو بناتج الطرح اللي موجود عندي اللي أنا جبته أو حصلت عليه من خلال حاصل طرح القراءات كلها اللي موجودة على الشكل من منسوب التسوية. ده مدون عندي فين؟ في الرسمة بتاعتي. ودي كانت أول خطوة لحل التمرين بتاعك. تمام كده، لازم أكون عارف ومحدد انا هطرح كام، كام من منسوب التسويه والناتج اللي موجود عندي كام. والادق بقى او الاكثر دقه او المهاره عندك في تنفيذ التدوين ان هو هتحط الناتج ده فين؟ في مكانه. يعني عين واحد تدون في مكانها، لربما يكون موجود عندك 4 نقاط
فيهم عين واحد او خمسة اكثر او اقل، وهكذا ممكن يكون موجود عندك خمس او ست او سبع اكثر او اقل قراءات او نقاط مشتركه في عين كام؟ اتنين او مكرره مرتين. فلازم تكون دي المهاره بقى، انك انت ما يحدثش لك اثناء عمليه تدوين النواتج بتاعتك في اماكنها على الرسم بتاعك. ليه يا شباب؟ لانك انت المفروض بعد كده او الخطوه رقم اتنين تعمل ده، تعمل جدول اللي احنا زي ما هنشوف كمان شويه. الجدول ده اللي هو جدول الرصد بتاع الميزانيه الشبكيه اللي احنا زي ما قلنا قبل كده متقسم الى عين واحد، عين اتنين، عين تلاته، عين اربعه. اخد النواتج اللي موجوده عندك او اللي موجوده عندي في الرسمه الجديده بالنواتج الجديده اللي انا حطيتها، اخد من الجدول وارجع احط فين؟ في الخانات بتاعتي، ارص في خانات الجدول بتاعي. والمهاره والدقه هنا برضو ان انا زي ما قلت في الدرس السابق ان انا العدد اللي موجود عندي في عين واحد لازم يكون هو العدد اللي موجود عندي على الرسمه في عين واحد، والعدد اللي موجود في عين اتنين في الجدول بتاعي في خانه عين اتنين هو نفس العدد اللي موجود عندي في الرسمه بتاعتي او على الرسم بتاعي في عين اتنين وعين ثلاثه وعين اربعه. لازم يكون ده قد ده بالظبط، ده يكون مدون قصاد الرسم بتاعي، ونفس العدد اللي موجود هنا هو نفس العدد اللي موجود عندي. تمام كده يا شباب؟ نروح مع بعض كده ونكمل نشوف كده. خلاص انا رسمت وفرغت القيم وحطيتها اللي هي خاصه بالمربعات، بعد كده فرغت القيم الخاصه باعمال المثلثات، بعد كده بيقول لي الحجم الكلي خلي بالك بيساوي مكعبات الحفر من المربعات زائد مكعبات الحفر من المثلثات. يبقى اذا انت بعد ما بتحصل على مكعبات الحفر من الاشكال او الوحدات المربعه او المستطيله بجمعها على مكعبات الحفر الناتجه من المثلثات، عشان يا شباب عشان في الاخر اقدر اقول انا عندي وليكن قطعه الارض دي ماليش دعوه بقى هي كانت مثلثه او مربعه او ما شابه، انا محتاج اقول ان قطعه الارض كلها على بعضها كده محتاج مثلا وليكن 1000 متر مكعب ايه حفر. طبعا انا ماليش تدخل او دخل ان قطعه الارض سواء كانت مثلثات او مربعات، انا احتجت بس الكلام ده كان موجود عندي اثناء عمليه الايه اجراء الميزانيه عشان اقدر في الاخر اوصل لناتج كامل لقطعه الارض. طيب نشوف حل اهو. طبعا دي قطعه الارض بالتمرين بتاعي اللي كانت موجوده، كانت زي ما هي موجوده في المثال بتاعنا، كانت 26.4 من 10، 23.7 من 10، 25.8 من 10، كل ده كانت موجود بتاعي في عندي في التمرين. انا شلتها او اخدتها وقمت راسمها في كراسه الاجابه زي ما انت هتعمل او مطلوب منك انك انت تعمل، هترسم ده في كراسه الاجابه اهي. ما كانش طبعا القراءات دي موجود. طب القراءات دي انا جبتها منين يا مستر؟ منسوب التسويه بتاعك كان عباره عن 20 متر، يبقى انا باخد كل القراءات اللي موجوده دي اطرحها من 20 وهدون. وانا قلت لك المهاره عندك بتكمن في تدوين القراءات بتاعتك في اماكنها السليم. يبقى انا كان عندي 26.4 من 10، هنستعرضها كلها مع بعض يا شباب عشان نركز كده ونشوف احنا بنعمل ايه. 26.4 من 10 طرحتها من 20 اداني 6.4 من 10، وخلي بالك زي ما قلت لك المهاره هنا في الدقه اهو ان انا ادونها في مكانها، خدتها حطيتها في مكانها، بس بعد ما طرحتها من كام؟ طرحت 26 من 20 اداني 6 متر و4 من 10، ثم 23.7 من 10 طرحتها برضو من 20 بقت 3 متر و7 من 10، 25.8 من 10 هطرحها من ال 20، شوف في مكانها بالظبط اهو. تمام في المربع اهو، المربع الاول الركن الثاني، يبقى 25.8 من 10 من 20 اداني الناتج 5.8 من 10، بعد كده 24.8 من 10 من 20 هيفضل الناتج 4.8 من 10، وده برضو في مكانها. 23.9 من 10 هطرحها من ال 20 هيبقى 3 متر و9 من 10 في مكانها. بعد كده 23.8 من 10 الركن الاخير هطرحه من 20 يتفضل عندي 3 متر و8 من 10، ثم بعد كده انزل للجزء اللي تحت 24.3 من 10 اللي هي نقطة المثلث تلاقي المثلثين مع بعض، 24.3 من 10 من 20 يتفضل عندي 4.3 من 10 اهو. بعد كده 25.6 من 10 هطرحها من 20 يتبقى عندي 5.6 من 10 في مكانها، 23.8 من 10 من 20 يبقى 3 متر و8، ثم 24.2 من 10 هطرحها من ال 20. ال 20 دي يا شباب اللي انا عمال اكررها دي لو حد متابع معايا من بدايه الحلقه، ال 20 هي منسوب التسويه. طيب يبقى انا بطرح كله من منسوب التسويه، 24.2 من 10 اطرحها من 20 اتفضل عندي 4.2 من 10، 24.3 من 10 اطرحها من 20 اتفضل عندي 4.3 من 10، انزل للجزء الاخير اهو عندي 25.3 من 10 هطرحه من ال 20 اتفضل عندي 5 متر و3 من 10، 22.8 من 10 هطرحه من ال 20 اتفضل عندي 2.8 من 10،
25 و8 و3 من 10 من 20، اتفضل عندي 5 3 من 10، ثم اخر نقطه او اخر قراءه عندي 24 و6 من 10، اطرحها من ال 20، اتفضل عندي 4 متر وكام و6 من 10. خلي بالك ان اصبح عندي اجابه لقطعه الارض بتاعتي هي كامله، نقاط جديده خالص، قراءات اسف جديده خالص غير اللي كانت موجوده عندي، ولكن دي مناسيب ايه يا شباب؟ دي الحفر. يبقى كل ركن من دول اهو في زياده هيتشال عندي لان ده حفر، انا محتاج ان انا احفر هنا 3 متر و90، 4 متر و8 من 10، 5 متر و8 من 10، كل دي نواتج ايه؟ حفر هتتم عندي كل ركن من اركان قطعه الارض او الوحده اللي موجوده عندي، اللي هي كانت عباره عن قطعه ارض كبيره خالص انا قسمتها لمجموعه من اللي هي يا شباب من الوحدات الصغيره. طيب ده كده اول خطوه في خطوات الحل بتاعي، ان انا شلت الشكل رسمته في كراسه الاجابه، ثم طرحت جميع النقاط دي من منسوب التسويه ودونتها في مكانها الخاص بيها. طيب بعد كده الخطوه الثانيه والمهمه عندي اللي هي الجدول، جدول الرصد. انا قلت لك في الحلقه السابقه ان انا عندي جدول الرصد عين واحد، عين اثنين، عين ثلاثة، عين أربعة، الخانات دي طبعا فاضية، ده جدول فاضي ما فيهوش غير عين واحد وعين اثنين وعين ثلاثة وعين أربعة. طيب أعمل إيه يا مستر بعد كده، أو إحنا بنعمل إيه؟ أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج بعد كده إن أنا باخد القراءات دي، النواتج اللي أنا حصلت عليها يا شباب دي، وأقوم بعملية الرصد ليها في الجدول، ولكن كل في أماكنه زي ما بنقول وبنفس العدد. طيب نشوف مع بعض، وأنا قلت لك ان المهاره والدقه بتكمن هنا في عمليه الايه، في عمليه وين داخل الجدول بتاعي، لان الجدول ده هو اللي هيكون اساس عندي في اتمام عمليه الايه، حساب مكعبات الحفر. طيب نشوف مع بعض هنا مثلا القراءه الاولانيه كانت كام؟ 6 متر و10، ده عين واحد تمام. طيب دي يا شباب هنا 6 متر و10 تمام، تتحط فين؟ تتحط هنا خلاص. بعد كده 3 متر وكام؟ لو انا بصيت هنا تحت كده عندي في جزء 5 متر و3 من 10 اهي، شركه في ركن واحد. بعد كده 3 متر و8 من 10 اهي. بعد كده 3 متر و70 فين؟ لو انا بصيت كده على الرسم بتاعي 3 متر و70 دي اهي خلاص اهي حطيتها هنا. طيب ال 4 متر و6 من 10 خلاص، لو انا بصيت كده هنا في الجدول بتاعنا عين واحد، لو انا بصيت كده هنا كده كام؟ دي 4 متر و30 بحطها في هنا، 4 متر و6 من 10 اهي رصودها هنا، يبقى انا 4 متر و6 من 10 خدتها حطيتها هنا. بعد كده 5 متر و3 من 10 اهو خدتها حطيتها هنا. طيب يعني دي اهي ودي اهي حطيتهم هنا. بعد كده 3 متر و8 من 10 اللي هو الركن التالي الاخير هناك، 3 متر بص كده 3 متر و8 من 10 مشتركه او متكرره مره واحده احطها في عين واحد اهي. بعد كده 3 متر و70 اهي. هنا بقى ممكن يقول لي حد من الشباب يقول لي يا مستر ما دي عين 2، اقول لك لا. ليه؟ لان ده مثلث هيجي حسابه لوحده، ودي مربع ده هيجي لوحده، يبقى ده ما هيش عين اتنين، دي تتحسب هنا انها مرة واحدة لوحدها مع مساحات القطع المربعة، ومرة واحدة لوحدها مع مساحات القطع الايه المثلثة، تمام كده؟ او لو كان الشكل مستطيل، تمام كده يا شباب؟ يبقى ده لوحده وده الايه لوحده. اذا دي لما يختلف الشكل النقطة بتكون بتحسب كل نقطة او بتحسب على كل شكل على حدة زي ما بنقول خلاص. يبقى 3 متر و70 موجودة عندي هنا في عين واحد. بعد كده 4 متر و30 اهي بتاعت المربع بقى. طب هو ممكن واحد تاني يقول لي يا مستر 4 متر و30 دي عين 3 وتمشي عين 2، عين 2 في المثلثين انت ليه حطيتها هنا يا مستر؟ هقول لك عين 2 لما تيجي بعد كده الجزء او الشق الخاص بالمثلثات هتلاحظ او نقدر ان انا استخدم دي في عين 2 في الجزئيه الخاصه بحساب المثلثات، ولكن انا بحسب حاليا في حساب الايه؟ المربعات او الوحدات اللي موجوده عندي اللي هي خلاف الايه؟ المثلثات. يبقى 4 متر و30 دي هنا اهو موجوده في ركن واحد او متكرره مره واحده. لو نيجي بقى عشان اعمل عمليه تشيك او تاكد من ان العدد اللي موجود هنا هو نفس العدد المطابق عندي، ابص كده 1 2 3 4 5، يبقى انا عندي المفروض خمس نواتج في عين كام؟ واحد موجودين في الجدول بتاعي. المفروض يكون عندي على الرسم بتاعي برضو خمس اركان موجودين عندي. طيب نشوف كده 1 2 3 4 5 تمام كده، يبقى انا كده عرفت ان انا الخمس نقاط دول موجودين عندي متدونين الحمد لله في الجدول بتاعي بشكل سليم. طيب قبل ما انتقل للعين 2 او الخانه الثانيه بجمع دور راسي كده، بجمع 4 متر 60 زائد 5 متر 30 زائد 3 متر 80 زائد 3 متر 70 زائد 4 متر 30، اجمعهم راسي واحطهم في خانه الجمله تحت عندي، يبقى اجمالي النقاط دي كده 21 و7 من 10، 21
تمام كده 21 متر و7 من 10. طيب اروح لعين 2، اشوف عين 2 كده مع بعض ونعدها ونحسبها ونشوفها جت منين. ابدا من هنا بص كده 3 متر و90 اخدها واقوم حاططها في عين 2، بعد كده 4 متر 80 اخدها واحطها في الخانه بتاعتها، بعد كده 5 متر و80 احطها في الخانه بتاعتها. يبقى انا عندي 1 2 3 فوق اهم، احطهم 1 2 3 موجودين عندي. بعد كده 2 متر و80 هنزل تحت بقى 2 متر 80 اخدها اهي، هي فين يا مستر؟ موجوده عندي تحت اهي. ليه؟ عشان مشتركه ما بين المربعين ده او متكرره مرتين في النقطه دي، مره هنا ومره الناحيه دي، يبقى مشتركه في شكلين وبالتالي بيطلق عليها عين 2. 2 متر 80 اخدها احطها، ثم بعد كده 5 متر كام؟ و3 من 10 مشتركه في مربعين على واحد، والناحيه دي كام؟ واحد. اخد النقطه دي واحطها 5 متر و3 من 10، ثم بعد كده 4 متر 30 فين يا مستر؟ افضل ادور، انا خطي ده خلاص، بعد كده خدت دول واحد لعين واحد، طب هي فين يا مستر؟ الاقيها الناحيه ده اهي اللي هي 4 متر و30 مشتركه ما بين الشكلين دول في النقطه دي، تمام كده؟ اهو عشان كده انا اطلقت عليها عين كام يا شباب؟ عين 2. اخدها من هنا 4 متر 30 احطها في الخانه بتاعتها الخاصه بيها في الجدول، برضه زي ما عملت هنا بالظبط في عين واحد. انا جمعت هنا ايه؟ راسي حطيتها في خانه الجمله، نفس القصه في عين 2 هجمع راسي واحطها في خانه ايه يا شباب؟ في خانه الجمله. اجمع 3 متر 90 زائد 4 متر 80 زائد 5 متر و80 زائد 2 متر و80 زائد 5 متر و30 زائد 4 متر و30، هجمعهم كده مع بعض واحطهم في خانه الجمله، يطلع عندي في الاخر 6، يبقى عين 2 دي 26 متر و9 من 10. خلي بالك ان ده هيتضرب في كام؟ في 2 زي ما قلت لك، لان كل دول مشتركين في مربعين يعني مرتين، تمام؟ يبقى انا هاخد دي الاجمالي دول اللي هو 26 و9 من 10 هضربه في كام؟ في 2، وطبعا ده هيتضرب في 1 هيطلع الناتج برضو زي ما هو 21 و7 من 10 زي ما هنشوفها بعد كده في الخطوه اللي جايه. ثم بعد كده عين 3، فين عين 3 عندي؟ لو بصيت كده مفيش، هنا مفيش، هنا عين 4، دي عين 4، لو بصيت الاقيها هي دي، هي النقطه دي اللي هي كام يا شباب؟ 5 متر وايه؟ و60. طب هي ليه عين 3 يا مستر؟ اقول لك انا، او ليه هتقول لي طب ما يا مستر تمشي عين 4؟ ارجع تاني زي ما قلت لك في النقطه دي بنفس المنطق ونفس الرد، ان هنا 5 متر و60 مشتركه ما بين ثلاث اشكال، ثلاث مربعات في النقطه دي عند نقطه تقابل الراس اللي هي 5 متر و60، تمام؟ اخدها احطها في المربع بتاعي او في الجدول بتاعي، اسف، ما عنديش تاني، انا عندي تاني عين 3 لو دورت كده في الرسم او في الشكل بتاعي مش هلاقي، خلاص يبقى هي واحد بس، انزلها في خانه الايه؟ الجمله. بعد كده عندي عين 4، نروح لعين 4 وابص كده هلاقي عندي انها النقطه دي النقطه اللي مشتركه ما بين اربع مربعات هي متكرره عندي مرتين، فين؟ الاقي هنا نقطه اهي 1 2 3 4، طب كان كام الناتج بتاعها؟ 3. وعندي هنا النقطه الثانيه 4 متر و20 اربع مربعات، طب هم فين يا مستر؟ 1 2 3 4، ده عشان اكون عارف انا بدون ازاي واكون طبعا الملم بالماده بتاعتي مش بالحفظ ولكن بعمليه الفهم، فلازم اكون ملم وعارف كل حاجه من دي بتتوظف هنا ازاي واحطها في مكانها ازاي. بعد كده بعد ما دونت خلاص القراءتين بتوعي 83 اهو، بعد كده 24 اهي، اجمع ال 83 زائد 24 واحطهم في خانه الجمله اللي هي هتبقى عندي كام؟ 8 متر. خلي بالك ان ال 8 دي في الخطوه اللي جايه هضربها في كام؟ في 4، عشان احقق القانون اللي كان بيقول س على 4 تساوي س على 4 مضروبه في، يعني الحجم يساوي س على 4 اللي هي المساحه مقسومه على 4 مضروبه في عين 1 زائد عين 2، يعني عين ده عين اهو اللي هو 26 و9، 2 مضروبه في 2 زائد عين 3، عين ب 5 متر و6 من 10 مضروبه في 3، بعد كده الناتج اللي هو عين 4 زائد عين 4 اللي هي كام؟ عين 4 8 مضروبه في كام؟ في 4، عشان اقدر اوصل لحساب حجم اعمال الحفر في قطعه الارض دي، وانا بعمل لها ميزانيه يا شباب، ميزانيه شهريه. طيب نشوف الخطوه اللي بعدها. خلاص انا دونت وجبت النواتج بتاعتي وعرفت منسوب كل قطعه، فبيقول لي مكعبات حفر المربعات، خلي بالك ان الشكل عندك هنا جزئين، جزء مربعات وجزء ايه؟ مثلثات، وبالتالي انا هستخدم هنا او هتوظف القانونين اللي انا قلت لك عليهم في بدايه الحلقه وفي الحلقه السابقه، تمام؟ ونوهت عليهم، يبقى انت هنا مطالب انك انت تلم بالايه؟ بالقانون في الحالتين، حاله المثلث وحاله المربع، او الاشكال المربعه والمستطيله والشكل المثلث. فبيقول لي هنا ايه؟ مكعبات الحفر للمربعات تساوي
س على 4 تمام. طب ما انا عرفت ان طول الوحده 20، لما كان بيقول لي 5 متقسمه ل5 في 20 يبقى الطول بتاعها. ثم ا د اللي هو الجنب الثاني كان عباره عن كام؟ 2 في 20، يبقى 20 في 20 طول الوحده 20 في 20. بص كده 20 اهو في 20 اللي هي المساحه عشان مربعه طول الضلع في نفسه مقسوم على كام؟ على 4 مضروب فيه. يبقى انا هقسم 20 في 20 الناتج بتاعه اللي هو كام؟ 20 في 20 400، اقسمهم على كام؟ على 4، يطلع الناتج 100. الناتج ده المفروض ان هو هيضرب فيه حاصل او حاصل جمع ما بين الايه؟ فبقول ايه هنا؟ كان اجماليها كام يا شباب؟ لو رجعت تاني كده 21.7 هضربها في 1 تمام؟ اهو يبقى في 1 زائد عين 2 اللي انا قلت لك اجمالي، اجمالي عين 2 6.9 مضروب في كام؟ 2. طيب زائد عين 3 اللي هو كام يا شباب؟ اهو لو بصينا في الجدول بتاعك عين 3 كان 5.60 اضربه في كام؟ في 3. ثم زائد اهو عين 4، عين 4 بتاعتك كان عباره عن كام؟ الاجمالي بتاعها او مجموعها 8. مش انا قلت لك هنا ان احنا الناتج او الاجمالي بتاعك هضربه في 4، وهنا الناتج هضربه في 3، وهنا الناتج هضربه في كام؟ في 2. نبص كده مع بعض اهو، يبقى زائد 4 اللي هي عين 4 في 8 اللي هو الاجمالي بتاعها. طيب يبقى انا خلاص 100 مضروبه في ال 100 دي حاصل ضرب 20 في 20 وقسمتهم على 4، يبقى الناتج بتاعي كام؟ 25. 100 على 4 ثم مضروبه في ما بين الاقواس، الناتج بتاعي 1000 او كام؟ 12430 متر مكعب. ده حفر خاص بالاشكال المربعه، يبقى 12000. بص كده 12430 هي حاصل اهو، حاصل او اجمالي مكعبات الحفر. خلي بالك شوف الماوس ماشي فين، بص كده اجزاء المربعه الشكل الجزء ده كله لسه عندك الجزء ده، طبعا ما هو تابع لقطعه الارض لان قطعه الارض فيها زي ما بنقول كده ايه بالاسم الدارج بتاعها شبوره تمام كده، فيه شطره زي ما بنقول مشطور الجزء بتاعها. طيب الجنب الضلع المشطور ده قسمه لايه؟ لمثلثين وطلع منه تمام كده. طيب المربع دخل معانا في الاجزاء دي، يبقى مجمالي مكعبات الحفر للمربع ده 12000 كام؟ 430. اما المثلثات هنشوفها مع بعض اهو، يبقى اجمالي مكعبات حفر المثلثات تساوي مساحه المثلث على 3 في عين 1 زائد عين 2 اللي هي عين 2 الجزء اللي انا قلت لك عليه ده. يبقى مكعبات حفر المثلثين تساوي مساحه المثلث اللي هي نص القاعده في الارتفاع، نص اهو 5/10، وانا اتعمدت ان انا اعملها لك كده عشان تكون جاهزه معاك ويكون الشكل اكثر وضوحا. وبوصل لنهايه الناتج بتاعي اللي هو 19000 او 1973، ده اجمالي مكعبات حفر المثلثات. بجمع مكعبات حفر المثلثات مع مكعبات حفر المربعات، والناتج في الاخر بيكون عباره عن اجمالي مكعبات الحفر. للاسف الوقت معاكم بيمر بسرعه، على امل اللقاء بكم ان شاء الله في الغد القريب. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.